مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الحلقة الثالثة من المورينجا، لكن اليوم راح نركز على جانب واحد ألا وهو الجانب العلمي. الكلام كثير في العالم العربي الإسلامي على الأبحاث العلمية فيما يخص النباتات. تقريب غالب الأطباء يظنوا أن الطب الشعبي النباتات ما عندوش أساس علمية. في الحقيقة كل الناس تعرف أن هذا الطب عندنا الشعبي بالنباتات كان طب قوي كبير، هو اللي كان الطب الرائد في الحضارة الإسلامية، لكن مع الأسف التأخر تاعنا خلى الطب هذا ينحدر إلى مستوى الأسواق، والحضارة الغربية طغت علينا وجات بالطب تاعها، والأطباء تاعنا حتى ولو كانوا مسلمين وملتزمين إسلاميا تشبعوا بالطب الغربي، هذا تشبعوا به وصاروا يعتقدوا أن الطب الغربي هو كل شيء. ولهذا بعض الأحيان عندما نلتقي بأطباء مسلمين ونتكلم على الطب الطبيعي بصفة عامة، وطب الأعشاب من هو طب طبيعي أيضا عفوا، فيقولوا لا يا هذا الأعشاب العلم ما بتش فيهم، يعني العلم ما تكلمش في الأعشاب هذه. ومرة من في وقت الكوفيد كنت أنا على الهواء مع زميل هنا، وكان طبيب يتكلم من باريس وتكلم أعطى رأيه على الكوفيد، ونعطيت رأيي على علاج الكوفيد بالنباتات الطبية. وبعد الطبيب هذا رجع فيما بعد وقال عندي سؤال السيد سعودي، كيف احنا نتكلم على آفة كبيرة كالكوفيد وهو يتكلمنا على القرفة والقرنفل؟ فأنا كان جواب سريع على الدراسات وأعطيت له لمحة خاطفة هكذا، لكن هذه الأشياء تتعاود كل مرة نلتقي بأطباء. لماذا؟ لأنهم هم متكونين في الطب الغربي ونسوا كل الطب نتاع الحضارة الإسلامية. هذا هو المشكل الكبير. لكن الشيء اللي ما يعرفوش هو أن الدراسات العلمية موجودة. الشركات الطبية ما تعملش بها، لأن عندما نقول الإنسان خلاص أنت عندك مشكل البروستاتا نعالجها بالبصل، يحتقروا. ليش؟ لأن الطب أو الشركات الطبية بتكلمش على البصل. سبحان الله، البصل خلقه ربي وعطى فيه ميزات، والميزات هذه مدرسة درسوها كثير من الأطباء خاصة في فرنسا في أمريكا، دراسة موجودة لكن ما تعملش بها شركة طبية ولهذا محتقرة. فيما يخص المورينجا نفس الشيء، الآن عنده المورينجا عنده شعبية كبيرة والناس تعمل بكل ما يقال عليه وتستفاد منه، إلا أن العلاج الرسمي في بلداننا وحتى في البلدان الغربية ما يعترفش به، ما يستعملش المورينجا. لكن نشوف اليوم بأن الدراسات العلمية موجودة، ولكن المورينجا ما تجيبش فلوس كثير، ملايير اللي تدخلها الشركة الطبية ما فيهاش في المورينجا وفي البصل وحتى البطاطا حتى الزرودية الجزر وخيزو، فيهم علاجات كثيرة والدراسات موجودة لكن هذوك ما يجيبوش فلوس، ولهذا مذمومين. وحتى الأطباء نتاعنا مع الأسف يمشوا في الخط خط الطب الغربي اللي هو مبني على مصالح غالب الأحيان ومبني على فلوس كبيرة جدا، والإنترنت متعمر بكل هذا. نشوف الشركة الطبية المشاكل اللي عندها، الملاحقات القانونية لأنها تستعمل
مواد كيميائية مضرة للإنسان. فالمورينجا تكلمنا على الأوصاف تاعه، تكلمنا على العلاجات اللي ممكن يعملها تقليديا، وشوف اليوم نشوفه بأن العلم عنده دراسات موجودة كبيرة اللي تبين بأن هذا العشبة، هذا النبتة مهمة جدا وعندها مستقبل كبير. فالدراسات العلمية كثيرة جدا، منها اللي تتكلم على المكونات، ونحن نعرفه في الطب الغربي أنهم يدرسوا موليكولات، يدرسوا جزئيات من نبتة كاملة أو من مادة كيميائية. مثلا القهوة يقولوا القهوة مليحة، عندها عمل تنشيطي ولا تصفي مصفي للجسم ولا، لكن ما هي المادة داخل القهوة اللي عندها المفعول هذا؟ احنا ما نمنش بهذا، احنا نمن بأن القهوة فيها مكونات، مئات من المكونات كلها تعمل في سياق واحد. لكن الطب الحديث الغربي يقول لا، في القهوة كاين الكافيين، الكافيين هي اللي أكثر وجودا وهي اللي يكون عندها مفعول قوي في علاج أي شيء يعالج بالكافيين بالقهوة. فالتسليط أو التركيز على مادة واحدة في عشبة خلقها الله سبحانه وتعالى دار مشاكل في الماضي ويدير الآن ويدير في المستقبل، لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال، وكل أشياء خلقها كاملة، فيها مكونات، فيها مغذيات، وفيها مواد تفيدنا للنمو وتفيدنا للعلاج. فالمورينجا من هذه الأشياء. فالدراسات على المكونات نتاعها كلها موجودة، يقولوا بأن هناك أكثر من 100 مكون اكتشفت إلى حد الآن. لأن مثلا القهوة في الستينات كان فيها 608 مكون من بينها الكافيين، الآن رأي أكثر من 1000 مكون في القهوة. فالعلم يكتشف شيئا فشيئا المكونات نتاع المواد الطبيعية. فالمورينجا لحد الآن يقولوا فيها أكثر من 100 من مكونات. هنالك دراسات أخرى علمية تتكلم على المكونات الغذائية اللي تغذي الإنسان. احنا شفنا في الأسبوع الماضي فيها الأمين، الحموض الأمينية، فيها البروتينات، فيها المعادن، فيها فيتامينات الأ والبي والسي والأ، كل هذه موجودة. هذه هنالك دراسات اللي تمعنت في هذا، ما نقدرش نتكلم عليها وكل. هنالك دراسات أخرى اللي تتكلم على كيفية عمل هذه المكونات تاع المورينجا في جسم الإنسان، كيف تعمل باش تبرينا مثلا، كيف تعمل باش تنحينا مشاكل الجهاز التنفسي، قلنا أنها مليحة للزيقة، ما هي الطريقة اللي تمشي بها المكونات تاع المورينجا باش تنحينا الزيقة، باش توسع الشرايين، باش في القلب، باش تنحينا الالتهابات في المفاصل. هنا هنالك دراسات اللي تتكلم على الميكانيزم داكسيون، كيفية عمل المكونات تاع المورينجا داخل جسم الإنسان باش تعطينا البراءة باش تبرينا. هنالك أخرى دراسات أخرى اللي تتكلم على العوامل فيما يخص الكبد، كيف تحفظ من الكبد، كيف تحفظ الكورة الدموية، وكيف تحفظ القلب. هنالك عوامل اللي تبعد علينا مرض السكر أو توقفه. هنالك عوامل في المورينجا أو مواد اللي تحبط لنا الكوليسترول والدهون والشحوم. هنالك مواد أخرى اللي هي مضادة للالتهابات في جسم الإنسان، من بينها الفلافونويد وبعض الفيتامينات. فهذه الدراسات كلها تدرس
مكونات. وهنا الدراسات الأخيرة هنايا اكتشفت بأن هنالك مواد أخرى في المورينجا اللي ممكن تكافح السرطان، وأخرى اللي هي تحبط ضغط الدم في جسم الإنسان. فهذه لمحة قاطفة على كل الدراسات اللي موجودة على المورينجا. وحنا نشوفه كثير من الأطباء يقول لك المورينجا هذه عشبة ما نعرفوهاش وما درس. لا، ما يعرفوهاش لأن ما قرأوهاش وما درسوهاش وما تمعنوش فيها وما درسوا المواد الكيميائية تاع الطب الغربي. هذا المشكل الكبير. فهناك دراسات على إمكانية التسمم لهذه العشبة. فإحنا عندما ندرس عشبة ندرسها من كل جوانب. هناك بعض الأعشاب اللي عندها تسممات تسمم الإنسان، ولهذا تكون من تدرس بدقة، والعبر تاعها الجرعة تاعها اللي ناخذوها لابد تكون مدروسة بدقة. هنا يأتي العلم. فيما يخص الدراسات الأخرى، عندنا دراسة على هم الدراسات كثيرة على المورينجا والتغذية، ما هي المواد اللي تغذي الإنسان وكيفاش تغذي الإنسان. عندنا هذا الدراسة مورينجا أوليفيرا إن مالنيوتريشن كومبريهنسيف ريفيو. هذه دراسة جاتنا في 2021، يعني عندها 3 سنين. دراسة حديثة جدا على دور المورينجا في التغذية. فوش تقولنا الدراسة هذه؟ تقولنا بأن المورينجا فيها كميات من الفيتامين سي أكثر بكثير من البرتقال. كميات من الفيتامين سي، هذه الأوراق نتاع المورينجا فيها كميات من الفيتامين سي أكثر بكثير من البرتقال. فيها كمية من الفيتامين أ أكثر من الجزر، أكثر من خيزو. فيها كمية من الكالسيوم أكثر من الحليب اللي نشربه كل يوم. هذه الورقة تاع المورينجا. فيها الورقة تاع المورينجا والبذر تاعها والبذور تاعها اللي اسمهم الفاكهة تاعها في اللوبيا، هذيك فيها بوتاسيوم أكثر من الموز اللي ناكله أيضا كل يوم. فالجزر والموز والبرتقال ناكلهم كل يوم، احنا نشوفوا هذه المورينجا واحدة فيها كل البوتاسيوم والكالسيوم والفيتامين أ والفيتامين سي أكثر من التشينا والمندرين والجزر والحليب والموز. هذه الشيء الآخر هو احنا نعرفوا بأن هنالك مواد كالحريقة، مواد كالسبانخ أو السلق، فيهم كمية قوية من الحديد وممكن يساعدوا كثير على علاج فقر الدم. لكن احنا نشوف هنا الدراسة هذه تقول لنا بأن المورينجا فيها 9 مرات الحديد، 9 مرات أكثر من السلق، أكثر من السبانخ، 9 مرات أكثر. فعجيب أن هذه الدراسة ودراسات أخرى كثيرة جدا فيما يخص التغذية. وجدت أنا تقريبا أكثر من 50 دراسة اللي شفتها نايا تتكلم على المورينجا في التغذية، دور المورينجا في التغذية. وجبت لكم هذه الدراسة الوحيدة اللي تعطينا تلخيص على دور المورينجا بدون يعني بسهولة في التغذية. يعني مع كل هذا المفروض هذه العشبة مستعملة باش نقضوا على المجاعة في كل الأماكن. وسبحان الله المجاعة موجودة في أفريقيا، والشجرة هذه نتاع المورينجا موجودة في أفريقيا، لكن الناس يموتوا بالجوع. عجيب، هنالك مشكل ما قدرناش نحلوه. هل هو تسلط الشركة الطبية على الحكومات في أفريقيا؟ هل هو الناس ما همش واعيين لهذا؟ احنا نعرف شعبيين الناس يأكلوها ويستعملوها، لكن كعلاج طبي مركز ولا حكومة تستعملها.
واحنا نشوف المجاعات بعينينا، يعني المشاكل صايرة امام عينينا واحنا ما نقدرون نعملوا والو، الحكومات ما تعمل والو. كما غزة الناس تقتل وتذبح يوميا والعالم يتفرج وما يعمل والو، نفس الشيء. فهنالك الألياف أيضا في هذه العشبة المورينغا، 4 مرات الألياف أكثر من الألياف الموجودة مثلا في الخرطان، خرطان كل الناس تعرف. فهذه فيما يخص التغذية. عندنا بعض الناس يقول لك ما هي، هل احنا نعرف بأن المورينغا ما فيهاش خطر، ما فيهاش تسمم، ما فيهاش مشاكل، وهل هي فعلا فعالة؟ والناس اللي يتسألوا كثير هكذاك هما الأطباء ديالنا، لأن في الغرب الناس يسمعوا، والأطباء حتى ولو ما يتقبلوش، لأن فيها قضية امتيازات، قضية بريفيلاج. الطبيب تروح يقول له المورينغا تعالج أشياء اللي هو ما يقدرش يعالجها، مشكلة كبيرة. فيعرف بأن هذا موجود، لكن ما يقولش شيء، ما إذا تحتم عليه الحال يقول هذه ما فيهاش دراسات ويبعد. لكن احنا عندنا أطباء هنالك، البعض منهم التقيت بهم في لندن هنا، مسلمين يعني، بدون ما يعرفوا القضية يبتوا فيها ويعطوا رأي فيها، هذا مشكل كبير. فهنا هنالك موضوع، هل المورينغا هذه ما فيهاش خطر، وهل المورينغا هذه فعالة فعلا؟ هنالك دراسة تاع سيدني ستوز مايكل هارتمان في مجلة فيتوثيرابي ريسورسز، مصادر في علم النباتات. هذه دراسة في جوان 2015، عملوها شحال واحد اثنين من الباحثين الغربيين هنايا، سماوها Review of the Safety and Efficacy of Moringa Oleifera، نظرة على أمن وفعالية المورينغا أوليفيرا. واش يقولوا؟ يقولون بأن الأوراق نتاع الشجرة هذه، الأوراق نتاع المورينغا، عندها في المورينغا كله، يعني احنا كنا قلنا أن الأوراق تستعمل، والمنتحة اللي يستخرج من الجذع يستعمل، والجذع يستعمل، والأغصان تستعمل، والجذور تستعمل، والبذور تاعها اللي تجي في صيغة لوبيا تستعمل أيضا. الدراسة هذه تقول لنا بأن العملية المضادة للأكسدة، وإحنا نعرف الأكسدة هي المشكل الكبير في جسم الإنسان مع الالتهاب، عندما تكون أكسدة يجي التهاب. الأكسدة هي الصديد تاع الخلايا تاعنا. فتقول لنا هذه الدراسة بأن العملية تاع الأوراق تاع المورينغا هي اللي فيها عمل ضد الأكسدة أكثر من كل الأجزاء الأخرى تاع شجرة المورينغا في الأوراق. ولهذا نشوفوا عندما نشوفوا في بلداننا الناس مركزة دائما على الأوراق، سبحان الله، الناس شعبيين ويمشوا بالكلام اللي يبلغ من واحد إلى واحد، الأوراق تاع المورينغا فيها كذا كذا، والناس تلقائيين يأمنوا. طبعا تدخل بعض الشعوذة هناك، ولكن غالب الأحيان ما فيش شعوذة. الناس يجيبوا أخبار، واحد طبيب هندي ولا أسيوي ولا أفريقي درس وتكلم الناس، والناس هذو يكلموا ناس واحد أخرين، والكلام يتوسع هكذا لكل البلدان ولكل القارات، والناس يبدأوا يعملوا فيها. خاصة وأن في بلداننا كل الناس تعرف بأن الأنظمة الطبية ما عندهاش فعالية، وغالب الأحيان الناس ما يوصلوش إلى أنهم يتعالجوا في المستشفى، والطبيب غالي، والأطباء ولو تقريب رجال أعمال يحوسوا غير على الفلوس وكذا،
حاشا مش كل الأطباء، لكن هنالك أنواع من الأطباء يشتكوا منهم كل الناس اللي هما يروحوا يحبوا غير الفلوس وهذا مكان. فالناس ولاو يلجؤوا لهذا الأشياء الشعبية، وعندما يسمعوا أن العشبة الفلانية أو النبتة الفلانية فيها فايدة يروحوا يجربوها، وفعلا يوجدوا فايدة، وهم يزيدوا يوصلوا الرسالة لناس آخرين. فعندما نشوفوا الناس في الجزائر في تونس في المغرب يستعملوا هذه الأوراق، لأن سمعوا بين الأوراق هذه فيها فايدة. وهنا الدراسة العلمية هذه تبين لنا بأن العملية الكبرى ضد الأكسدة موجودة في الأوراق نتاع المورينجا. فهنالك أيضا دراسات، هذه الدراسة اللي نشوف فيها خضعت دراسات أخرى عملوها باحثين في الماضي في على الحيوانات، والدراسات هذه اللي جابتها الدراسة هذه تبين بأن المورينجا عندما استعملوها في صيغة ذوبوها في مياه ولا ذوبوها في كحول وعطوها الحيوانات، عطوها بكميات وشافوا بأن ما فيهاش تسمم تماما، فيها أمان كبير. ونشوف هنالك دراسات أخرى عند الإنسان اللي تبين بأن هذه الأوراق تاع المورينجا ما فيهم حتى خطر على الإنسان. لأن وش علاش؟ لأن نشوف بأن غالب الأحيان يقولون الأعشاب الطبية هذه خطيرة، ردوا بالكم منهم. وغالب الأحيان الناس اللي يقولوا هكذا هم أطباء، لأنهم عندهم مصالح أنهم ما يعترفوش بهذا. وهنا نقول حاشا مش كل الأطباء. فلهذا الناس الباحثين يشوفوا روحهم ملزمين باش يبينوا بأن العشبة هذه أو الأعشاب الأخرى ما فيهاش خطر. وهنا الدراسة هذه اللي عملوا هذا الثلاثة الغربيين تبين بأن ما فيهاش أي خطر. عكس هذا، هذه الدراسة جابت خمس دراسات أخرى كانت عملوها باحثين في الماضي اللي تبين بأن أوراق المورينجا عندها عوامل ضد مرض السكر وضد الدهون والكوليسترول في جسم الإنسان. هذه في الأوراق، دائما في الأوراق. فهذه شيء إيجابي. هنالك دراسات أخرى اللي تكلمت عليهم، الدراسة نتاع سيد نيستو تقول بأن أوراق المورينجا يحفظوا الكبد ويحفظوا الكلى ويحفظوا القلب ويحفظوا الجهاز التناسلي للرجل ويحفظوا وممكن حتى للنساء ويحفظوا الرئتين ضد كل الأمراض اللي ممكن تصيبهم. وفي نفس الوقت الأوراق هذه عندها مفعول ضد راديوثيرابي الأشعة اللي يستعملوها فيما يخص السرطان. في نفس الوقت هذه الأوراق عندها مفعول ضد الألام، ضد الأوجاع، عندها مفعول ضد القرح في المعدة، وعندها مفعول ضد ضغط الدم. هذه عندنا دراسات، خمسة دراسات اللي بينت شيء ودراسات أخرى اللي بينت شيء. يعني إذا كان أوراق المورينجا تحفظ لنا المعدة وتحفظ لنا الكلى وتحفظ لنا الكبد وتحفظ القلب وتحفظ الرئتين وتحفظ الجهاز التناسلي المهم جدا وتحفظ المعدة من القرح وتحفظ الإنسان من ضغط الدم وتحفظ الإنسان من كل الأمراض المزمنة، يعني هذه عشبة دواء تعوض كل الأدوية الأخرى. كيف يعني أن أجهزة الطب في بلدنا ما تستعملهاش، وهي مستعملة في الطب الهندي اللي عنده 2000 سنة في عمره، والطب الصيني اللي هو موجود منذ 5000 سنة، لكن احنا
وهذه البلدان اثنين عندهم شعوب كثيرة. يعني الصين هي أول دولة نفرا في العالم، الهند هي ثاني دولة نفرا في العالم، يستعملوا الأعشاب الطبية بيعالجوا أنفسهم، كثروا ما ماتوش. لماذا الأجهزة الطبية نتاعنا ما تستعملش هذه المواد؟ من بينها المورينجا. ذوك احنا نشوفوا شعوبنا في واد والحكومات في واد، في تونس والجزائر والمغرب شعوب الآن بدأت تتوله لهذا العشبة وبدأوا يستعملوا ويسوقوا فيها، ونشوفوا حتى أجهزة الحكومات بعض الأحيان جيد تقضي على الناس اللي يبيعوا المواد الطبيعية بسبب الشعوذة. هنالك مشعوذين أكيد، ما هوش مشعوذين إلا أنهم ناس يستعملوا المواد الطبيعية باش يعيشوا باش يبيعوا، وفي سياق هذا ممكن يعطوا أهمية أكثر من لازم لعشبة معينة، ولا يحاولوا يبينوا بأنهم يعرفوا قاعدين بهالطريقة هم مشعوذين. لكن هنالك ناس اللي دارسين المواد هذه ويبيعوها ويبيعوها على يقين، فما همش مشعوذين. عندنا في لوحة أخرى المورينجا في البحث العلمي مع دراسة يابانية. الدراسة اليابانية هذه درست مرض السكر، وقبضت كل الدراسات اللي طلعت في 20-30 سنة اللي فاتوا وصفاتها، بتشوف ما هي البراهين، ما هي الحجج اللي تبين بأن المورينجا فعلا يعالج مرض السكر. فهذه الدراسة سموها مورينجا in diabetes mellitus a systematic review and meta-analysis، المورينجا في علاج مرض السكر، نظرة عامة لكل الدراسات الماضية. وهذا عملها سيهوري وتنابي وزملائه في 2021، أيضا عندها 3 سنين، دراسة حديثة. فهذه الدراسة مسكت كما قلنا كل الدراسات السابقة اللي درست، اللي تقول بأن المورينجا فيها فايدة لمرض السكر، والدراسة هذه حبت تشوف يعني فعلا وراهي الحجج. فالدراسة هذه وصلت إلى أن فعلا الحجج موجودة بأن المورينجا يعالج مرض السكر، يعني عنده ان في انتي هايبرغليسيميك، يحبط اذا كان السكر طالع في جسم الانسان المورينجا يحبطه. لكن هنالك انواع كثيره من مرض السكر، ويقولوا بان في مرض السكر من نوع الثاني هذه عندها مفعول قوي جدا، في امراض السكر الاخرى ممكن المفعول تاع المورينجا ماهوش يكون اقوى بالطريقه اللي هو اقوى بها في مرض السكر من النوع الثاني. ولكن الدراسه هذه وجدت بان بكل الدراسات الماضيه اللي تكلمت على مفعول المورينجا فيما يخص الدهون والكوليسترول اللي هي تجي احيانا مع مرض السكر، كل هذه تحسنت، كل الكوليسترول والدهون قايتك تحسنت كثير كثير باستعمال المورينجا. فهنالك دراسة في 2021 تقول لنا بأنها درست كل الدراسات اللي موجودة فيما يخص مرض السكر، وجدت بأن فعلا وجدت الحجج بأن مرض السكر يشفى ب المورينجا بطرق يعني معروفة. هنالك دراسة أخرى على المورينجا وأمراض الجهاز العصبي. احنا نعرفوا بأن أمراض الجهاز العصبي كثيرة كثيرة، من بينها ألزايمر، من بينها باركنسون، من بينها
الجلطات، ولو الجلطة هي في الجهاز الكرة الدموية، هنالك مال دو بوت، هنالك لاسكليروز ان بلاك، تصلب اللويحي، هنالك كثير من الأمراض. فهذا الدراسة لهذا غيمير وأصدقائه طلعت في مجلة Agriculture Food and Chemistry في 2 ديسمبر 2021، يعني تقريبا في 22. هذا الدراسة وش تقولنا؟ هذه الدراسة تكلمت على عمليات، على تجارب في الماضي صارت فيما يخص الألزايمر، فيما يخص النقصان في العقل أيضا لا ديموس بريكوس، فيما يخص باركنسون، وفيما يخص الجلطات، وكل العلامات اللي تبين بأن هنالك تسمم للأعصاب. فالدراسة هذه شملت كل هذه. فوش تقولنا؟ تقولنا بأن هنالك مواد كثيرة في المورينغا اللي تحفظ الأعصاب تاع الإنسان ضد كل الأمراض هذه اللي تكلمنا عليها. ولكن مع الأسف الدراسة هذه طويلة، والمجلات اللي نروح نتفقدها ما تعطيناش كل ما قيل فيها، لأن لابد أن نشتري الدراسة، والدراسة هي ب1000 باوند و 1200 باوند، ما نقدروش نتكلم عليها. فهنالك نوصل إلى شيء آخر، ألا وهو استعمال المورينغا في اللي يسموها شيميو بروفيلاكسي. يعني الشيميو بروفيلاكسي ولا شيميو بروتكسيون هي استعمال بعض المواد، بعض الجزئيات من النباتات ولا أدوية للوقاية من السرطان، ولا لمنع من الرجوع عندما يكون لا قدر الله إنسان عنده سرطان، ويقولوا أنه أشفي وعالجوه بالشيميوثيرابي وبالراديوثيرابي وكذا، يروح بعد سنوات يرجع، لأن الشيميوثيرابي والراديوثيرابي نفسهم ما همش بارئين، يديروا مشاكل ويديروا تسممات، فالسرطان يرجع بصيغة أخرى ويرجع بقوة. فيقولوا الدراسة هذه targeting chemo prevention اللي عمل هذا نورو أشيكين عبد الكريم وأصدقائه، طلعت في مجلة Asian Journal of Cancer، المجلة الأسيوية للسرطان، في 2016، يعني عندها تقريبا 4-8 سنين من اللي طلعت الدراسة هذه. تقول لنا بأن هذه الدراسة استنادت لدراسات أخرى، يعني اعتمدت على دراسات كانت موجودة اللي كانت توري بأن الأوراق المورينغا يوقفوا الخلايا السرطانية، ما يخلوهاش تتكون ولا ما يخلوهاش تنتشر في جسم الإنسان. وهذا الناس اللي عملوا الدراسة هذه واعتمدوا على دراسات أخرى يقولوا بأن الدراسة نتاعهم تبين باللي مادة معينة في المورينغا يسموها غلوكوسينولات، هذه كانت درست في دراسات أخرى وتبين بأنها توقف العملية السرطانية، توقف سرطان ما تخليهش يتكون ولا ما تخليهش ينتشر. وفي نفس الوقت عندما تكون خلية سرطانية متواجدة ولا راح تخرج من الورم وتنتشر يقتلوها. هذا اللي غلوكوسينولات عندهم مفعول ضد السرطان وضد انتشار سرطان من جهة، وضد تكوين شرايين، لأن الخلايا السرطانية وش تعمل أو الورم السرطاني يروح يعمل شرايين مع الدم
باش ياخذ الدم وياخذ المغذيات اللي ناكلوها حنايا وباش يغذي الخلايا السرطانيه. هذه اسمها لونجيوجينيز. فلونجيوجينيز هذه المورينجا توقفها، ما تخليش الخلايا السرطانيه يكونوا شرايين بياخذوا المواد الغذائيه اللي ناكلوها حنايا. ففي نفس الوقت الدراسه هذه وجدت بان المورينجا عندها مفعول ضد الالتهابات، وحنا نعرفوا بان الالتهابات الموجوده بصفه مزمنه عند الانسان هي اللي تمهد الطريق للسرطان. فاذا كان الاوراق هذه عندها مفعول ضد الخلايا السرطانيه، عندها مفعول ضد الالتهابات، يعني وشفنا مقبل أنها تحفظ الكبد والكلى والقلب والرئتين والمعدة وحتى الأعصاب، يعني هذه حشبة مهمة جدا. وما نقدروش نقولوا أن الناس اللي يتكلموا عليها والناس اللي يبيعوها في الأسواق هما مشعوذين، أبدا أبدا، لأن الدراسات أنا نشوف فيها موجودة، وأنا ما أعطيت لكم هنا إلا دراسات قليلة جدا، لأن في ساعة واحدة ما نقدروش نتكلم على كل شيء. الدراسة الأخيرة هنا، يا مش الأخيرة، قبل الأخيرة، هذه دراسة على المورينجا في سرطان الثدي. هذه دراسة عملوها ثلاثة من الباحثين وطلعت في 2023، يعني العام اللي فات، في أوت العام اللي فات الدراسة هذه طلعت. واش تقولنا؟ تقول لنا أن الأوراق نتاع المورينجا جربت في المخبر ووجدوها بأنها فعلا تعكس سرطان الثدي. وهذه اعتمدت أيضا على دراسات أخرى اللي بينت بأن المواد اللي موجودة في أوراق المورينجا فعلا تمنع من تكوين سرطان في الثدي، وإذا كان تكون تكافحه أيضا. فبصفة عامة هذا الدراسة تقول لنا بأنها راح تعاود تبين بطرق أسهل كيف أوراق المورينجا، كيف المواد اللي موجودة في أوراق المورينجا تكافح سرطان الثدي. وطبعا دراسة كبيرة جدا ما نقدروش نوصلوا إليها. وأخيرا عدنا المورينجا وسرطان الكبد، هذه دراسة أخرى تسمى مفعول المورينجا، مفعول بذر المورينجا، هذا الفاكهة نتاع المورينجا على سرطان الكبد عند الإنسان بطرق علمية مختلفة. وهذا عملها واحد اسمه صديقي وشركاؤه وزملاؤه في ما طلعت في مجلة بايوكيمستري جينيتكس، طلعت في 7 أبريل 2024، يعني قبل 3 شهور ولا 4، قبل 3 شهور في أبريل. هذه الدراسة طلعت في أبريل تبين لنا بأن هذه الأوراق المورينجا جربوها، عملوا تجارب فيما يخص النوع هذا من سرطان الكبد اللي هو يسموه هيب جي 2، هيب جي 2، داروها طبعا في المخبر، واستعملت المستخلصات من البذر نتاع المورينجا، استعملت في طبعا في المخبر على خلايا سرطانية نتاع الهاب جيدو هذا. والخلاصة نتاعهم هو أن هذا المستخلص نتاع المورينجا وقف تكوين الخلايا السرطانية في الكبد، وفعلا بدا يقتل في الخلايا السرطانيه اللي كوندوي على لابوبتوز دي سيلول كانسيروز. هذه دراسه خرجت في 7 ابريل الماضي 2024. فهذه طبعا دراسه واحده فيما يخص السرطان.
لكن هنالك دراسات موجودة أخرى ودراسات أخرى ستأتي وتبين بأن هذا الأعشاب اللي هي محتقرة من طرف الطب الغربي ومحتقرة من طرف الشركات الطبية فعلا عندها مفعول، والشعوب تعنا لابد أنها تستعملها بالطرق اللازمة. فواش قلنا الدراسة هذه تقول لنا بأن هذا المستخلص نتاع البذور نتاع المورينجا لابد على الجهات الرسمية والشركات أن تستعملها في علاج هذا النوع من سرطان الكبد اللي هو هاب جيدو. هذه هي الدراسات. فبصفة عامة الملخص للمورينجا هو أنه يكافح المجاعة، يكافح الأمراض المزمنة حيثما كانت، يكافح أمراض الجلد، يكافح الربو يعني الضيقة، يكافح مشاكل الكبد حتى سرطانات كما شفنا، سرطان البنكرياس، مرض السكر من النوع الثاني، أمراض القلب، الكوليسترول، وحتى يعمل توازن في الهرمونات نتاع الإنسان. فمشاهدينا الكرام هذا تلخيص أخير اللي على المورينجا، إن شاء الله راكم استفدتوا منه، وإذا عندكم تجارب أنتم عملتوها كل واحد عملها على مرض ما كلمونا، الآن الخطوط مفتوحة والوقت ما بقناش كثير، فمشاهدينا الكرام كلمونا الآن وفي انتظار مكالمتكم نواصل الكلام في صيغة مراجعة. تكلمنا على المورينجا، قلناها أنها تسمى شجرة الحياة، شجرة الحياة، وهي مصدر قوي للتغذية وعندها استعمالات علاجية كبيرة عند الإنسان. تستعمل أيضا في الفلاحة وما تكلمناش عليها لأن الوقت ما يسمح، وتستعمل عند الحيوانات أيضا. فمع المورينجا ما عندناش مجاعة، كيف ممكن عندنا المجاعة الآن؟ مشاهدينا الكرام الخطوط مفتوحة لبعض الأسئلة فكونوا معنا. فقلنا أن المكونات أيضا للمورينجا كثيرة جدا، وهي اللي تخلي المورينجا يكون عندها مفعول قوي في التغذية ومفعول قوي في الغلاء في العلاج. ف قلنا فيها هذه الفلافونويد، والفلافونويد هي مواد موجودة في الفواكه في الخضر في الأعشاب الطبية اللي عندها مفعول ضد الالتهابات، مفعول يقوي المناعة تاعنا، ومفعول ضد الأكسدة، وهذا شيء كبير جدا. الفيتامينات، الكالسيوم مثلا، الفيتامينات من نوع بي، تقريبا كل الفيتامينات موجودة. عندنا الأخ جمال من سطيف. سي جمال السلام عليكم. سي جمال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك خويا. دكتور أنا عندي الميوباتي، حبيت نشتكى من المورينجا هذه. ميوباتي؟ من وقتاش؟ عيطتك عليها خطرة، عندي بعدني بتاع الصيف هذيك اللي دايرة. أنت بالك 25 سنة ولا 30 سنة؟ 20 سنة. ما واش قلت لك أنا كي عيط لي؟ قلت لي ما زال قورش الدواء تاعها، وبعث لي عطيتني نمر التليفون تاع واحد بعنابة دير بالحجامة. أنا الحجامة نديرها كل دائما. لا لا أخويا ما قلتلكش الحجامة، أنا قلتلك هذه طبيبة عندها تقنيات علاجية كثيرة طبيعية. عندها الانرجيتيك تاع بالطاقة، عندها آلات، عندها تعالج بالاكوبونكتور تاع الصينيين بالاباري، عندها طب الاعشاب، داوي بالاباري، داوي بالاخر، داوي بكثير. انت شفتها ولا ما شفتهاش؟ شفتها، قالت لي الحجامه والاباري. الاباري انت الاباري هنا برك قدامنا كيما نقولوا ملاح، رحت للعنبه خلاص اذا لقيتهم ثم ديرهم. لكن انا كنت ربما اقترحت لك تبدا بصيام
علاجين تاع 7 ايام غير بالماء والقارص وجرب. كاين حرق لي الصوم في تضي الصوم حرقتني. انت استعملت حبات قباله؟ لا لا في الماء ريتها مستعصى هذه. خذيت الكركم معاهم ولا ما خذيتش؟ ما خذيتش الكركم، نخدموا تيزانه انا شريت حطب هذاك ونديروا تيزانه دائما عندي كاس. ماهوش حطب الكركم ويجي شغل سكنجبير. لا لا ماشي غبره هذاك يجي شغل سكنجبير هكذاك عنده عروق هو. هكذاك. خلاص. استعمل المورينجا صباح عفوا مش المورينجا ممكن تستعملها الى عندك ماشي مشكل مليح في تستعملها في زانه. نعم ايه تقدر المورينجا تستعملها ك ممكن تشوف الحصه على يوتيوب تاع الاسبوع اللي فات كي تستعمل اذا كانت تطحنها نتايا الاوراق تطحنها ودير مغرف في الشوربه تاعك ولا دير مغرف حتى ديرها في فمك وعقبها بشويه ما سخون مليح. ديرها شغل كما نقولوا شغل القطفه في البويون، انا ناكل البويون برك. الله يبارك، دير كي دير البويون تاعك ويسقوا لك في الطبسي تاعك، دير مغرف نتاع المورينجا معمره. مغرف تاع قهوه معمره، ايه. تقدر بالعقل بالعقل دير زوج ثلاثه. هذه عشبه مهمه جدا تكلمت عليها، هذه الحلقه الثالثه فيها. ان شاء الله، خطرت خطرت دوزيام عطيتها وهذه. توجدهم على يوتيوب في موقع المغاربية موجودين. اكتب مثلا اسمي رشيد مسعودي مورينجا تطلع لك الحصة، ولا ادخل في موقع المغاربية هكذا. السي جمال بارك الله فيك، عندنا الأخت الحاجة من الجزائر. السلام عليكم حاجة. عليكم السلام دكتور. مساء الخير. أهلا بك أختي. دكتور حبيت نسقسيك على مورينجا، راك انا نهضوا عليها صافي دو سومين. وي انا عندي لينسيا وعندي لي غاز كرونيك، ما عندهمش كاع الدواء خلاص. نقدر نستعمل مورينجا هادي نورمال ما يفضلش؟ المورينجا اللي تكلمت عليها اليوم واني قلت بانها تكافح القرحه، تكافح لينسيان بستوما. وي دوك ما تضرنيش. تكلمت عليها قبيل قبل تكلمت عليها قبيل. تقدري تستعملي تستعملي مثلا مغرف تاع الكركم صباح وزيدي تستعملي معها مغرف نتاع المورينجا غبره. نخلطهم بعدهم؟ نعم نخلطهم كركم ومورينجا. خلطيهم ماشي مشكل. نقدر نخلطهم؟ خلطيهم قبلي مغرف من ومغرف من، ديريهم ديريهم في الرايب، ديريهم في شربيهم هكذاك بالماء شوي شويه ما سخون، ديريهم في شوربه، ديريهم في جواز كما حبيتي. الشغل نشرب هذيك لابودر كريمو ماشي تيزانة باريزون، تنشربها هكذاك ميم لابودر نشربها. تقدري ديريها تيزانة إلا حبيتي ماشي مشكل. هو إذا درتيها غبرة راح تكون لنا في التيزانة ممكن راح يبقى بعض الألياف تاعها تبقى خارج. إذا درتيها غبرة هكذاك وشربتيها رايحة تروح هي كما هي للاستوما وراح تبدأ العلاج نتاعها على الغلاف نتاع المعدة داخليا على السرع القرحة. بصح دكتور إلا ما لحيتهاش؟ إلا ما لحيتيهاش كسري الأوراق هذاك وديريها تيزانة، وتيزانة تعرف كيف تعمليها. ديري 4 ورقات ولا 5 غير يغلي الماء تفرغي فوقهم في طويس هكذا وتغطيها وتخليها واحد 5 دقائق هكذا وتشربي 3 مرات في النهار. شري ورقي تسمى رقيقة، أنا شريتها ديجا سيدي فيها رقاق. رقاق إيه فعلا رقاق. بريزونت أن كوير ولا باسكو تاخد لي في ما فيهمش صغار. خلاص إذا كانوا رقاق الورق صغار فعلا، لكن تقدر 4 ورق 5 ورق 3 مرات في النهار ماشي كيما مورد. هكذا الحاجة استعمليها واستعملي الكركم معها. عندنا أم علي من البيرة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أختي. نعم تفضلي. يزيد فضلك يا دكتور، هذا العشبة تاع المورينجا اللي ربطت عليها في الجزائر تاعنا وين نصيبها؟ انت راكي في رويبا، انا على بالي في قدامكم واسمه في
يا ربي قبل الحراش سمعه، وكان عندكم سوق نتاع الاعشاب. هالو عندكم سوق تاع الاعشاب سما في ضواحي رويبه. انا في البويره، في البويره مش في رويبه، في البويره. سمحي لي انت في البويره كده. شوفي اماكن اللي يبيعوا فيها الاعشاب. ايه اي واحد يبيع الاعشاب ممكن تكون عنده هذه العشبة. ايه هذه المورينجا. سقسي سقسي الجيران، سقسي الناس، قايتك الناس كلهم يعرفوا العشبة هذه الآن، لأن صارت شائعة في كل بلدان المغرب الكبير. صحة صحة صحة، ربي يحفظك إن شاء الله وصحة عيدك. الله يسلمك الحاجة، وإن شاء الله كما يقول لك يوم مبارك، وراك تنفعنا بزاف بزاف بزاف. ربي يحفظك إن شاء الله ويعطيك صحتك. الله يسلمك يا الحاجة، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحصة. غدا يوم العيد، إن شاء الله تعيدوا بخير، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال وخالص الطاعات. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.